يقول السائل: أنا من سكان مكة، ولكني أعمل في الرياض وأسكن وأعمل في الرياض، ولا أقدم إلى مكة إلا في الإجازات، وقد أتيت الآن مكة وأنا أريد العمرة، فهل أحرم من الحل أم لا بد من الذهاب إلى الميقات؟ إن كنت وقت قدومك من الرياض ناويا العمرة ولم تحرم، فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه بالعمرة. أما إذا كنت مررت بالميقات وأنت لم تنوي عمرة وإنما نويت العمرة في مكة، فإنك تخرج إلى الحل إلى التنعيم تحرم منه بالعمرة. نعم.